يا سالي بديت اتقرب الى هاي القرية. انا اعرف هاي القرية بيها فيليجر كلش هواية، واني كلش اكره الفيليجر، حتى اني حضرت هاي القنابل وراح اتخلص منهم. يا تم موجودين، يلا خل اقضي عليهم، يلا موت يا فيليجر. اهربوا يا ناس اهربوا، هذا الوحش يجمع علينا، اهربوا. يلا يلا انا راح اتخلص منكم. هاي بيتهم قاعد تهرب، لازم اتخلص منهم. واش قاعد اسمعوني؟ قاعد اسمع صوت انفجارات، معقول يكون هذا الوحش يجي؟ حتى اختي راحت الاسواق. بس انا جيت، انا كلش خايفة، انا مستحيل، احسن حل نختبئ من هذا كل الشرير وراح يقضى علينا. شنو؟ بس هو وين هذا الشرير؟ هذا دائما الشرير يجي بالليل، بس تعال يا شرير راح اقاتلك بهذا السيف، انا لازم اقضي عليك. وجي جدك المجنون، تعال تعال ادخل البيت هالسريع. شوف اسمعني، اصلا هذا كلش قوي، حتى عنده قوة من القنابل، وانت عندك هذا السيف الخشبي، اكيد ما راح تقدر تواجه. شنو؟ بس اختي تعرفين انه انا كلش فقير وما عندي بس هذا السيف، انا شلون راح اقاتله؟ بس ما اعرف، وهذا اصلا وحش كلش قوي، حتى قاعد يصير وما حد يقدر، استحيل احد يواجه ويقضي علي، مستحيل يصير هذا الشيء. شنو؟ بس اختي انا ايش قد حلو عندي جناح حتى اقدر اطير وراه واقضي عليه. صحيح صحيح، شوف اسمع عندي جي، ايش قلت حلو نقدر نوصل ويا الطيور، احسن حق نصعد على طير، وبعد ما نصعد ويا الطير اكيد راح نقدر نتغلب عليه. نصعد على طير، وكوانا كطير يقدر يشيلني اني، انت ايش ما تفكرين؟ وبس ايش راح اسوي؟ مع اختي احنا مستحيل نسكت مع هذا الوحش، احنا لازم نشوف حل. نشوف حل، وبس ايش راح نسوي؟ اذا انت عندك فكره لازم تفكر، واذا عندك حل بعد ما ادري، انا احسن راح اقعد هنا، لهذا مستحيل اواجه. وانا ايش راح اسوي؟ حتى اني سمعت ان الملك بالقريه يقول اللي يقضي على هذا الوحش راح ينطي مكافأة. صح يا اخوي، انا سمعت هذا الشيء، بس تقدر تقضي عليه؟ مستحيل، اصلا انت ما تقدر لي، اكيد هو راح يقضي عليك. وكافي كافي انت تحكين، وبس انا ايش راح اسوي؟ انا هذا المسؤول القريه يقول اللي يقضي على هذا الوحش راح ينطي مكافأة 1000 دايموند، بس معقول انا اقدر اقضي عليه؟ بس انا عندي بس هذا السيف، شلون راح اقضي عليه؟ بس اذا حصلت على هذا الدايموند انا راح يتغير حالي وراح اصير كلش غني. شوف اسمع جيجي، في يوم من الايام حصلت على الدايموند، انت لازم تعطيني، انا فقيره. شنو؟ وانت بشنو حتساعديني؟ اصلا انت ما منك اي فائده، يلا ابتعدي منه. ايش كنت مزعج، يلا خليك قعد هنا، انا احسن حلو ما احكي وياك. يا جيجي فكر فكر، انت ايش راح تسوي؟ انا لازم افكر. بس ها صحيح، انا عثرت على الحل. انا اعرف ايش راح اسوي. هيا يا اختي اختي اسمعيني، ايش راح اسوي جيجي؟ انت مستحيل تعثر على حل، لهذا اصلا هذا الوحش كلش قوي، مستحيل تقدر تتغلب عليه. شوف اسمعيني يا اختي، الحل الوحيد انه انا اصنع طائره، واذا قدرت اصنع طائره راح اقدر اوصل لهذا الوحش واحتمال اقضي عليه. ولا جيجي انت قاعد تحلم، انت ما تعرف تسوي طائره، مستحيل يصير هذا الشيء. اختي انت ما تعرفين، تعرفين انه بابا عنده اغراض كلش قديمه، حتى ضامه بهذا الصندوق. تعال تعال شوفي، انا عندنا صندوق وبابا عنده اغراض كلش قديمه، واحتمال هاي راح تفيدنا، وراح اقدر اصنع طائره واقدر اطير على هذا الشرير واقدر اوصل له واقضي عليه بالسيف مالتي. اسمع جيجي، انا متاكده انت اول ما صنعت الطائره انت راح توقع. شنو؟ وش نقصك تحكين عليه؟ يلا ابتعدي منه، يلا ابتعدي. بس وش راح اسوي؟ يا جيجي هسه انا ما راح اقدر اسوي شيء، لازم باجي من الصبح اقعد واحاول اصنع هاي الطائره، انا مستحيل اسكت حتى احصل على الجائزه واصير كلش غني. يلا سجى وقت النوم، لازم اروح انام، يلا خلي نوم. هسه صار الصبح، يلا هسه اني خلي اقعد، هسه اكيد هذا الوحش ابتعد عن القريه، وهسه هذا الوقت المناسب حتى اقدر اصنع طائره. هيا يا اختي اسمعيني اسمعيني. ونعم جي، شو تريد؟ اقول اشتعي وياي ساعديني، انا اريد اصنع طائره وانت لازم تساعديني. شنو اساعدك؟ شوف اسمعني جيجي، انا ما راح اساعدك باي شيء، لان متاكده خطتك هذه راح تفشل ومستحيل تنجح. حتى متى الطائره راح تصحى؟ راح تطير مسافه ما اعرف ايش قد، كلش قليله، وبعد راح تصحى. شنو؟ وكافي كافي، انت ايش قد مزعجه، وهاي حتى متقبل تساعدني، لازم اني اشتغل بوحدي. بس انا ما اعرف اذا اغراض بابا راح تكفي، هو عنده اغراض كلش قديمه واحتمال راح تفيدني بصناعه الطائره. هسه بدا لازم اخذ كرافتنج تيبل اخليه هنا، واخذ شنو بعد؟ واني عندي بس خشب، يعني معقوله راح اقدر اصنع طائره من الخشب؟ بس يلا خل اجرب واحتمال راح اقدر اصنع.
اللي بدي ايش راح اسوي؟ اوكي خليني احاول اصنع منها ايش قد. اوكي احتاج كل شويه اربعه، لا احتاج كل شويه، اتوقع هذا كافي الستيك. بس لازم اصنع اخذ الغراض منه. اوكي شنو احتاج؟ احتاج هالمروحه، هاي مروحه جات من قديمه عند بابا، كان هنا يشغلها حتى تدفعها علينا، بس اذا اركبها بالطائره احتمال راح تطير الطائره. يلا خل اخذ الغراض بعد واصنع. شنو هنا موجود؟ وحتى هذا موجود هنا، هذا المحرك احتمال هذا راح يفيدني. خل احاول اصنع على السريع، يلا خل اشتغل. ايوه اخيرا هسه انا قدرت اصنع هاي الطائره الاسطوريه. حتى اني كلش فرحان اني قدرت اصنعها من الخشب، بس ما ادري هالطائره راح تطير او لا، اني ما اعرف، بس على لازم اكمل هسه كل شغلي، لازم اخلي هاي هنا حتى تصير طائرتي قويه، هاي حتى تصير سريعه، وبعدين اخلي هذا كلش زين. بس بقى بس اخلي المحرك للطائره، يلا يا طائر وانا اخليه. اوكي يلا خلي المحرك هنا، هذا المحرك مال بابا سيارته القديمه، راح اجرب اخليه للطائره. كل زين هسه صار المحرك. يلا خل احاول اصعد، بس واني ما ادري راح اطير هاي الطائره او لا، اني ما اعرف. جيجي معقول تكون صنعت هذه الطائره الاسطوريه؟ اي طبعا مستحيل، انا ما ادري اصدق. اسمعي يا اختي، انا قدرت اصنع هاي الطائره، هاي طائرتي اسطوريه، بس انت وين صعدتي؟ يلا انزلي على السريع، انزلي من هذا المكان. اسمعني انا قاعد اشوف الطائره بس كلش حلوه، بس معقول هذه الطائره تطير؟ شنو تطير؟ لا لا تمشي بس على الارض، طبعا تطير هاي الطائره. شوف اسمعيني، اذا تطير اكيد راح اجي وياك. يلا يلا جيجي استعجل، يلا خلينا نطير. اسمعيني اختي، احتمال هاي الطائره راح يكون هذا اخر يوم بحياتنا، احتمال احنا راح نصطاد. شنو؟ لا لا مستحيل، لا ما راح اصعد. اختي خافت، بس هو راح يسمعيني، انا راح اروح بوحدي واتونس. شنو؟ لا لا اشوف انتظر، المفروض تروح وحدك وتتونس، انا لازم اجي وياك. يس انا خليت الفحم حتى الطائره تشتغل. يلا يلا شغلها يلا على السريع. واحد اثنين ثلاثه. يوه الطائره بدات تشتغل، يلا يا طائره طيري. بس ما راح نوقع، ويلا يلا جي سوق سوق الطائرة. شوف اسمعيني يا اختي، انا ما اعرف شلون راح ننزل، انا ما اعرف شو راح اسوي. شنو؟ لا لا مستحيل، معقول راح نوقع؟ يا ربي ساعدني، انا ما اريد اموت. ايوه بو اختي، هاي نجاح الطيران، وانا قدرت اطير بهاي الطائرة. جيجي هاي الطائرة اسطورية، حتى كلش حلوة. بس بو اختي انا وين راح انزل؟ انا عرفت، راح اظل امشي امشي وانزل قدام قصر الملك، وراح اقول له اني صارت عندي طائرة. يلا انزلي يا طائرة، يلا انزلي. هوب يلا اختي خلي ننزل، انا راح اروح على السريع واحكي ويا هذا المسؤول، وارد اقول له اني صارت عندي طائرة، وانا هسه قدرت اطير واقدر اقاتل هذا الوحش. بعد يلا اني صرت اتاخر جيجي، وحستاج على السريع. اي طبعا، يلا خلي اركض وروح لهذا المسؤول، يلا خلي اركض. يس انا تقربت لهذا القصر المسؤول، يلا خل ادق الباب، افتحوا الباب افتحوا الباب. يلا ساني خل انتظر، ومن يجي راح اقول له حتى اخذ الجائزه. مرحبا يا مسؤول. اهلا اهلا تفضل. انت جيجي الفقير؟ نعم يا جيجي. يا مسؤول انا حبيت اقول لك انت سويت جائزه، وقلت لي يقدر يتغلب على هذا الوحش راح تعطيه 1000 دايموند. طبعا طبعا، بس انت شلون راح تقدر تتغلب على هذا الوحش؟ هذا الشيء كلش صعب. لا لا انت ما تعرف يا مسؤول، انا قدرت اصنع طائره وراح اقدر اطير، وعنده جناح واني لاح الحقه بالطائره مالتي وراح اتغلب عليه. شنو؟ بس اسمعني جيجي، اذا انت قدرت تسوي هذا الشيء انا وعدك راح اعطيك 1000 دايموند. واو انا كلش فرحان. اي ما يخالف يا مسؤول، انا راح اروح على السريع وانتظر من يجي الليل حتى اطير واتغلب عليه. يلا خلي اروح على السريع حتى اني كلش فرحان، لان المسؤول وعدني راح ينطيني 1000 دايموند. بابا يس هوني رجعت. هيا اختي اسمعيني، جيجي طاك 1000 دايموند. شنو طاني 1000 دايموند؟ انت ايش بيش ما تعرفي تفكرين اصلا قاعد من تتغلبون على هذا الوحش؟ يلا ينطيني 1000 دايموند. تغلب علي وبس جيت توقع انت راح تتغلب علي هذا الوحش، اصلا هذا الوحش كلش قوي وانت ما راح تتغلب علي. شنو؟ ولا انت ما تعرفين اصلا انا عندي هذا السيف، انا من اطير واصل يمه راح اقدر ادمجه واتغلب عليه. وكنت قاعد تشاقي شو تقدر تغادر هذا الوحش الشرير بهذا السيف الخشب،
اكيد راح يقتلك. شنو؟ وكافي كافي تعوفيني، انا متاكد راح اتغلب عليه. يلا تعي تعي اصعدي، بس احنا لازم نمشي ونطير من جديد. يلا يا طائره اسرعي اسرعي، يلا طيري. جيجي انا جت ببالي فكره، ليش ما تفرنا حول القريه كلها وخلينا نتونس، احنا كل الضاجين. حول القريه وبعد سمعني هاي الطائره مو طائره، يا عم اسمع طالعني سفره سياحيه، هاي الطائره حتى تتغلب على الوحش، انا مو على مود سفرات سياحيه. مزعج، لا عندي لوكي ماكو مشكله، رجعنا للبيت. اي طبعا طبعا، يلا طيري يا طائره، هسه احنا راح نوصل للبيت. بس بقى اختي انا ايش راح اسوي؟ راح اخلي الطائره تنزل بهذا المكان. يلا استعجلي. والله انت شنو انا ما اعرف؟ ترى تموتني جيجي، انت بجي لازم تكون حذر. ايوه بس انا نزلت. انا كلش فرحانه، احنا نزلنا مو بين اي شيء. اي طبعا طبعا، هسه لازم انتظر يجي الليل، ومن يجي هذا الوحش انا راح اطير واتغلب عليه. لا مستحيل، وايش قاعد تشوفوني طائره؟ بس من قدر يصنع هذه الطائره؟ شنو جيجي الفقير؟ لا مستحيل، معقول هذا الفقير صار عنده طائره؟ لو راح المسؤول، شنو عنده ويا المسؤول؟ احسن حل انه روح بنفسي واتاكد وشوف ايش قاعد يصير. يلا خلي استعجل. يا ساني كلش فرحان، يا هذا جيجي الفقير قدر يصنع طائره وراح يتغلب على هذا الوحش. افتح الباب افتح الباب. عرف من اجى؟ يلا خل اطلع هسه اقعد اشوف من اجى. نعم تفضلي. مرحبا، شوف اسمعني يا مسؤول، انا شفت جيجي هذا الفقير كان يمك موجود، بس ما اعرف ايش قاعد يصير. نعم يا رانيه، هذا الجيجي الفقير اجى، هو قدر يصنع طائره، حتى قال اليوم بالليل راح ينتظر هذا الوحش يجي، هو راح يطير ويتغلب على هذا الوحش. شنو؟ يا معقول راح تعطي جائزه لي؟ اي طبعا، انا وعدت اي شخص يقدر يتخلص من هذا الوحش راح انطي جائزه. شوف اسمع، يعني شوف اسمعني يا مسؤول، انا وعدك اني راح اجيب لك طائره احسن من طائره جيجي، وبعد تغلب على هذا الوحش الشرير انا متاكده. شنو؟ بس انت شو مين راح تقدرين تجيبين هاي الطائره؟ لا تهتم، انا راح اجيب طائره اسطوريه وراح اقدر اشتريها، تعرف اني انا غنيه وراح اجيب طائره بالدايموند اللي عندي، انا لازم افوز بهذه الجائزه. اوكي رانيه، لعد انت يوم روح اشتري هاي الطائره، واذا انت تغلبتي على هذا الوحش قبل جيجي انت راح تاخذين الجائزه. طبعا طبعا، انا متاكده راح اتغلب قبل جيجي، اصلا جيجي شنو مستحيل يصمثني. يلا صار لازم اروح واجهز نفسي، يلا خلنا نروح. يا ساني كلش فرحان، لان المواطنين مالتي بداوا يقاتلون هذا الوحش وراح يتغلبون عليه، واخيرا راح اتخلص من هذا الوحش للابد، حتى ساني كلش فرحان. بس انا صار ليش قد قاعد انتظر وطلبت هذه الطائره، بس ما اعرف شو وقت راح توصل. بس شنو هذا الباب يكون لزين، اكيد وصل طلب مالتي. صحيح هذا الصندوق بهذه الطائره الاسطوريه، مو مثل طائره جيجي الخشبيه، بس لان طائره مالتي كلش حلوه وكلش قويه، بس لازم اخذها وبعدها واشتغل واصنعها. يلا خلي افتح الباب، يلا تعالي يا طائره. يس فتحت الصندوق ولقيت هذه الطائره، يلا خل اشوف. يوه هذه الطائره اسطوريه، حتى احلى من طائره جيجي المقرفه، انا طائرتي كلش حلوه، واكيد انا اليوم راح اقضى على الوحش واتخلص منه، لان يعني عندي هاي الطائره الاسطوريه، يلا خل اطير. بس جاء وقت الليل، واكيد هذا الوحش الشرير راح يجي ويهجم على القريه، بس انا مستحيل اسكت هالمره، انا عندي طياره وراح اقدر اتبعه واقضي عليه. شوف اسمعيني اختي، هسه هذا الوحش راح يجي واحنا لازم نقضي عليه. ايه شنو قصدك اخوي؟ اذا تقول انا اساعدك مستحيل اساعدك، انا كلش اخاف. وايش راح اسوي؟ هاي اختي كلش تخاف، بس هو ايش راح اسوي؟ انا مستحيل اسكت. شنو صار صوت انفجارات؟ معقولة؟ يا هذا الوحش جمع القرية؟ لا أنا مستحيل أسكت لك هالمرة يا وحش، أنا لازم أقضي عليك. أنا حضرت السيف مالتي، يلا خلي أسد الباب وأركض على الطيارة مالتي، أنا لازم أصعد الطائرة. يلا أصعد يا طائرة، يلا حاولي تشتغلين يا طائرة. يس الطائرة بدأت تشتغل، يس أنا قدرت أطير. يلا تعال يا وحش يا شرير، أنا راح أقضي عليك. أنا جيت عندي هاي الطائرة. شنو هاي؟ هل قاعد اسمع شنو هاي الطائرة؟ لازم اهرب انا حسرع، يلا خلني اهرب. يا هذا الوحش اللي بدي يهرب، بس انا مستحيل اسكت، انا لازم اظل اتبعه، انا لازم اعرف هذا مكانه وين حتى اقدر اقضي عليه. يوه راح من ذاك الاتجاه، بس انا راقبته، انا جيتك يا شرير راح اقضي عليك. بس شلون اجي؟ جاي الجبل الثلجي ومكانه هنا.
يعني عرفت هذا الوحش الشرير، هذا مكانه موجود هنا. سوني شو راح اسوي؟ اذهب الدرقات لبوحدي او لا؟ بس ولا لا، المهم انا عرفت مكانه، انا لازم اروح اجيب من يساعدني واقدر اقضي على هذا الوحش. ومكانه هنا، بس لازم ارجعاني للقريه. انا عرفت شو راح اسوي لك يا وحش، انا متاكد راح اتغلب عليك وراح اخذ الجائزه. يلا خلي ارجع للبيت على السريع، يلا خلي ارجع. سوني رجعت للكهف مالتي، بس انا شو راح اسوي؟ انا لحقتني طائره غريبه، ما اعرف من جت يا الطائره، بس احتمال ذولا كلش اقوياء ويتغلبون علي، بس انا مستحيل اسكت، انا لازم اعرف من هذا الشخص اللي لحقني ولازم اقضي عليه، حتى احتمال عرفوا مكاني السري، واذا عرفوا مكاني السري احتمال يقضون علي، بس لا انا راح اقضي عليهم بالبدايه، لاني عندي قنابل كلش هوايه، واكيد اقدر اتغلب عليهم. اسمعوني يا ناس، أنا هسه قدرت ألاحق هذا الوحش اللي يجمع القرية، حتى أنا عرفت مكانه، حتى هو خاف مني وهرب منه. حتى أنا كلش فرحان، وأوعدكم أنني راح أتغلب على هذا الوحش. يس أنا وصلت. جي معقول أنت قدرت تلاحق هذا الوحش حتى وهرب من هذا المكان؟ إي طبعا يا مسؤول، هو خاف من الطائرة مالتي وهرب من هذا المكان. كل الزين يا جيجي، بس انت عرفتوا هذا مكانه وين؟ احنا شقد بحثنا عليه ما عرفنا وين مكانه. لا انت بدلت تهتم يا مسؤول، انا لاحقته وهو عايش بالجبل الثلجي، اكو هناك كهف موجود هو محتمي بهذا الكهف، بس اريدكم تساعدوني حتى احنا نروح ونقدر نتخلص منه، نخلي له تي ان تي وراح نتخلص من هذا الوحش. يا جيجي اذا صار هذا الشيء يا جيجي اوعدك راح انطيك 1000 دايموند. هاي مسؤول القرية وحدني راح ينطيني 1000 دايموند. واو. يس انا قاعد اراقب وقاعد اشوف جيجي حشي المسؤول، حتى قاعد يقول له على مكان هذا الوحش المزعج ومكانه بالجبل الثلجي. يا فرصتي، اجي الوقت اللي اخذ كل التي انتي اللي عندي وبعد اروح الطائر لهذا المكان حتى تخلص منه والجائزة راح تصير الي. درسنا ميسرة أخر، يلا خلي استعجل. يس أنا جهزت نفسي، حتى حضرت كل هذا التي أنتي اللي عندي، أجي الوقت اللي هاجم هذا الوحش الشرير وتخلص منه، حتى الجائزة راح تصير إلي ومستحيل تكون الجيجي. يلا طيارة طيري، يلا طيري. واو بس لازم استعجل روح على الجبل الثلجي، يلا خلي روح. يس أنا بديت أتقرب، وصلت على هذا المكان الجبل الثلجي. كل الزين، أجي الوقت اللي انتقم من هذا الوحش، حتى نجهز التي أنتي وراح أخليه بكل مكان. يلا خلي استعجل. شنو انا ايش قاعد اسمع؟ يمكن سمعت صوت طائره، معقول هذا اللي لحقني اجى من جديد؟ بس المره مستحيل اسكت عليه، انا لازم اقضي عليه. هاي من قاعد يخلي تي ان تي؟ يا انا جيتك وراح اقضي عليه. سهل وشوف اسمعني يا وحش، ارجوك تتخلص مني. شنو ولا حتى انا احب استب هذا المكان، ارجوك لا تسوي لي اي شيء. انت اللي لحقتيني وتريدين تتخلصين مني؟ شو لحقتك؟ شوف اسمعني، اصلا ما لحقتك، هذا جيجي هو اللي لحقك، هذه مو اني، انت طائره خشبيه، صدقني مو اني، انا اول مره اجي هذا المكان، بس ارجوك لا تسوي لي اي شيء. لا مستحيل، انا متاكد هاي انت، وجا الوقت بس انا ايش راح اسوي بيك؟ انا ما راح اتخلص منك بسهوله، في البدايه راح احبسك يمي. يس انا جبت هاي البنت وسجنتها بهذا المكان. شوف اسمعني يا وحش، ارجوك حررني، صدقني انا حتى ما ارجع لهذا المكان، بس خليني اخرج. شنو؟ لا بعد اسمعيني، اي واحد يوصل الى هذا المكان بعد مستحيل يقدر يخرج. هي الوحيدة اللي تعرف مكاني السري، واكيد هي راح تظل هنا، وانا شو اعرف شلون راح اتخلص منها حتى ما حد يعرف مكاني السري. وبس اسجل وقت راح يصير النهار، انا كل شكره النهار، انا بالنهار انام واصحى بس بالليل، ولازم هسه اروح انام. يلا خلي اروح. يس انا خرجت من الصبح ورحت على الناس يساعدوني حتى انطوني هذا التي ان تي، وقالوا لي جيجي انت لازم تتخلص من هذا الوحش، انا كلش فرحان لاني راح اخذ الجائزه وراح اصير كلش غني. حتى انا قعدت اختي من الصبح وقلت لها حضري نفسك انه راح نقضي على الوحش. يلا خلي استعجل واروح للبيت. يلا خلي اشوفها. يا اختي انت وينك؟ ايش قاعد تسوي وقت هنا؟ يا صحي ايش قاعد تسوي هنا؟ جيجي وانت شو كشفت مكاني؟ بس صرت تختبئ منك حتى ما تشوفني.
شي ما اشوفك وشوف اسمعيني اختي انت لازم تجين وياي وانت لازم تساعديني. شوف اسمعني جيجي انا كلش اخاف يعني فرض هذا الوحش هاجمني وتخلص مني انا كلش اخاف حتى ما شو راح اجي وياك. شنو يتخلص منك وشوف احنا لازم نجازف احنا اذا ما نجازف هالمره راح نظل احنا فقراء وراح نظل عايشين بهذا البيت الديرت حتى حالتنا ما راح تتغير بس اذا قضينا على هذا الوحش راح نصير اغنياء. راح تكون احنا نصير كلش اغنياء. طبعا طبعا. اسمع جيجي ايش تسوي لازم انت قبلي وانا اجي وراك. يلا اوكي ما يخالف يلا تعالي استعجلي وراي هسه لازم نصعد هاي الطياره يعني عرفت وين مكان هذا الوحش حتى نعرف سوى نايم لين هو يصحى بس بالليل ويهجم على القريه. يلا استعجلي اختي يلا تعالي اصعدي. يلا استعجل جيجي بس ولو اني كلش خايفه بس انا مجبوره انا لازم اساعدك. ولا تخافين لا تخافين يلا يا طائرتي الاسطوريه يلا طيري يا طائرتي يلا طيري يلا 1 2 3 4 فحس الطائره بدات تطير. شوف اختي هسه لازم نروح نتقرب بس ومين الطريق تتذكرين او لا؟ وقت الجبل الثلجي اصلا هذا الجبل الثلجي. اي صحيح هي هذا الجبل الثلجي احنا بدينا نتقرب. يس اللي بدينا نوصل بس لازم اشوف وين ما اعرف واتذكر بهذا المكان بس احنا قريب عليه مو صحيح. شنو الطيارة اختي باحي قاعد اشوف هاي الطيارة بس ما اعرف مالت من هاي الطائرة مستحيل. انا اتذكر جيجا الطائرة مال منو هاي جارة رانيا هاي رانيا الغنية هاي الطائرة مالتها راينا الغنية بس ليش جيتي لهذا المكان انا عرفت مكان الوحش وردت هي تتخلص منه حتى تحصل على الجائزة. صحيح بس شنو صار بيا ليش ما خرجت لحد الان شنو احتمال السكه عاده موجوده واحتمال قاعد تقاتل باح. اسمعني اختي يلا استعجلي استعجلي لازم ابد ما نطلع صوت ولازم نخلي تي انتي بكل مكان. يلا خل استعجل راح اخلي نانا تي انتي بس خل اشوف وين هذا الوحش اختي تبي تطلعين الصوت. طبعا طبعا اكيد ما جيت اطلع صوت اني اصلا جوزت تي انتي بكل مكان. ايش قاعد اشوف؟ ايش قاعد اشوف؟ هاي رانيا موجوده بهاي المكان. هي اسمعني رانيا انت ايش عندك هنا موجوده؟ ساعدوني ارجوكم ساعدوني انتم تعرفون هذا الوحش الشرير راح يتخلص مني ارجوكم انقذوني. شوفي باعي انت يا بدل تخافين هسه انا راح ننقذك انا واختي بس اسمعني اختي انت حاولي تحرري من هذا المكان وانا راح اخلي تي انتي بكل مكان حتى نتخلص من الوحش. يلا استعجل على السرعه قبل لك شفت هذا الوحش يلا استعجل. اوكي اوكي يلا خلينا نشوف شنو هذا الطريق. يا هذا الوحش الشرير وياته موجود نايم بهذا المكان بس انا اعرف شو راح اسوي لازم امشي على كيف وراح اخلي تي ان تي هنا يمه حتى وراه افجر هذا التي ان تي واتخلص منه. يلا خلي اشغل هذا التي ان تي ولازم اهرب على السريع يلا خلي اركض هسه اكيد راح ينفجر بوم. اسمعني يا جيجي انت بطل القرية وانت اللي قدرت تقضي على هذا الوحش حتى احنا كلش فرحانين ولهذا احنا كافئناك وراح نعطيك هاي الجائزة الالف دايموند لان انت تستحق هاي الجائزة. شنو قاعد تسمعين اختي راح يكافوني وانطوني الف دايموند. انا كلش فرحان جيجي اني كلش اشكرك لان انت اختك ساعدتوني وخليتوني اعيش لو مو انتو عثرتوا علي شو هذا الوحش شو يتخلص مني فانت اكيد تستحق هذه الجائزه انت اكثر تستحق انه تحصل على كل هذا الدايموند. واو رانيا اني كلش اشكرك باي اختي هسه احنا كلش فرحانين احنا حياتنا تغيرت وراح نصير كلش اغنياء. واو.